اخوتي مرحبا بكم في قناتكم قناه مني اليك سيدتي قناه سماحي. اليوم جيت ندير معكم كيكه بالذره. نبداو على بركه الله بلا ما نطول في الفيديو، غندير في نفس الوقت المقادير والطريقه. بسم الله نبداو على بركه الله. عندنا ثلاثه البيضات كبارين، يعني الا كانوا البيض صغير ديروا ربعه البيضات. بسم الله. كيف العادة قريصة الملحة، غنضربوا البيض شوية. غنضيفو عندي نص كاس ديال السكر، اولا نقولو كاس لارو، ولكن الحلاوة تتبقى على حسب الذوق. غنضرب هاد البيض مع السكر ونرجع لكم بلا ما نطول في الفيديو. ها هو البيض ديالنا الضرب كيف ما كتشوفوا. غنضيف عليه نص كاس الزيت، انا ما تنكثرش الزيت، كاين اللي تيدير كاس الزيت كاس السكر، ولكن تبقى كل واحد على حسب الذوق. انا ما تنكثرش الزيت. غنضيف عليه دانون مسوس، بغيتو دانون، انا عندي هذا، لقيت دانون طبيعي عندي ما غنديرو هو، بغيتو ديرو دانين بالفاني باي حاجه نتوما. هذا غنضرب هذا الشيء ونرجع لكم باش الصوت ديال الماكينه. غنضربو ورجع لكم. ها هو الخليط ديالنا كيف ما قلت لكم، دابا درت دانون والزيت والبيض، ها هو تجانسو، ها ما كتشوفوا. دابا غنضيف الفاني، ساشي ديال الفاني او معلقه. تقدروا في بلاصه الفاني تقدروا ديروا في بلاصه الدانون، تقدروا ديروا عصير الليمون، كيجي مع الذره ما نقولش لكم. انا مجربها بعصير الليمون جا مخير، ما عنديش ليمون كافي باش ندير كاس، المهم عندي دانون درتو. المهم تقدروا تنسموها باش ما بغيتو، انا درتو بالفاني. ودابا غنضيفوا الذره، ها هي الذره، من الاحسن تكون الذره الصفراء، كاينه الذره الروميه والذره البلديه. هذه انا عندي الذره البلديه، راه لونها كيف ما كتشوفوا صفر، ماشي ديك البيضة. انا غنديرها هنا، عندي 200 غرام، جوج كيسان ديال العلبه. نورمالمون راكم عارفين كنديروا ثلاثه، غندير جوج كيسان ديال الذره والكاس الاخر ديال الدقيق. هانتوما انا ضربت الذره، ياك دابا غنبداو الدقيق. الدقيق عندي هنا عبرت 150 ديال 150 غرام ديال الدقيق. غنشوف شحال غتهز ليا. الا كان خاصني غنضيف، غنزيد عاوتاني. كنظن الخليط هو هذاك. Thank you.
المعلقه باش غندير معاها الخميره. المدهون المول راه مدهون، حاطها في الثلاجه كيف ما العاده راكم عارفين. من بعد غنعبر هذا الدقيق اللي بقى ليا ونقول لكم شحال هزات ليا ديال الدقيق. دابا درت جوج كيسان ديال العنبه و150 عبرت 150 غرام ديال الدقيق. انا غنعبر هذا اللي بقى ليا ونقول لكم بالضبط، غتكون هنا شي 50 غرام. انا بالضبط غنعبروا دابا، الفرن راه مشعول على 180 درجه. كما قلت لكم البنات عندي بقات ليا 50 غرام، يعني 100 غرام هزات ليا، 100 غرام هزات ليا، يعني جوج كيسان ديال الذره و100 غرام ديال الدقيق. انا عبرته دابا، عندي العبر عبرته، هذا اللي بقى ليا 50 غرام، يعني 100 غرام كيف ما قلت لكم. المول ديالنا راه مدهون بالزبده ومرشوش بالدقيق. غندخل الكيكه ديالتنا ديال الذره الفران 180 درجة من الطيب، نتلاقى معكم في صحن التقديم. خوتي خواتاتي، ها الكيكة ديالتنا، الكيكة ديال الذرة، تذوقتها تبقى الزواق تبقى على حسب الذوق. انا درت ليها دهنتها بالكونفيتور وذوقتها درت عليها شوية الكوك تيتواتا مع الذرة عليها درت. تقدروا ديروا ليها سكر كلاصي او لا اي حاجة، المهم انا درتها هكا خليتها سامبل. غنقطع منها طرف باش تشوفوها. ها هي شوفوها كيف بومبي، شفتوها؟ نتمنى تجربوا هاد الكيكه بالذره، وما تنساونيش تخليو لي التعاليق، ما تجربوها تخليو لي التعاليق. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.